من أهم المهرجانات في المغرب. اليوم هناك الدورة 20، وأعتقد بأن السينما المغربية هي بخير بالنظر للتراكمات الإيجابية على مستوى السينما المغربية. هذا المهرجان هو يكرس المجال ديال الفيلم الوطني، وأعتقد بأننا نعمل دائما مع المركز السينمائي المغربي لإعطاء واحد الدفعة نوعية لمجال الفيلم الوطني. سنة 2018 كان هناك دعم وصل إلى 75 مليون درهم لدعم الإنتاج الوطني. اليوم عندنا قانون جديد ديال المركز السينمائي المغربي، قانون جديد ديال الصناعه السينمائيه. ما نبتغيه ان هذا الفيلم الوطني ان يبقى كذلك، ان يصل الى العالميه خصوصا، وان يكون ضمن المهرجانات العالميه المرتبطه بالسينما. واعتقد ان هذا المهرجان وكذلك يكرس المبدا المرتبط بابداع، يكرس كذلك الدعم الابداع الفني والسينمائي الوطني. لا طبعا احنا دائما لا في المركز السينمائي المغربي ولا الوزارة نولي عناية خاصة للفنان المغربي للمبدع المغربي، انطلاقا من الدستور المغربي اللي كينص على ضرورة دعم كل ما يتعلق بالإبداع الثقافي والإبداع الفني. وكذلك هذا المهرجان هو يكرم شخصيات أعطت كثير للسينما المغربية، أعطت كثير للفيلم الوطني، أعطت الكثير للثقافة، وأعطت كثير للإبداع الفني الوطني. حفل افتتاح الدورة 20 للمهرجان الوطني للفيلم والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أرحب بكل حضوري هذه الليلة، مرحبا بالسيد وزير الثقافة والاتصال، مرحبا بالسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مرحبا بالسيد عامل إقليم الفحص أنجرة، مرحبا بالسيد رئيس جماعة طنجة، مرحبا بممثل وكالة تنمية أقاليم الشمال، وطبعا مرحبا بكل الضيوف وكل المبدعين، كل الممثلين والمخرجين، صناع السينما، كل النقاد السينمائيين وجمهور مدينة طنجة. تحية كبيرة لجمهور مدينة طنجة الذي يستقبلنا كل سنة. يحتفل المهرجان بصناع السينما المغربية الذين كان لهم الفضل في وصول هذه الأعمال لقلوب المغاربة. وقبل أن نتعرف على الأسماء التي اختارها المهرجان لتكريمها هذه الدورة، أدعوكم للترحم على فقيدي السينما المغربية رحمه الله من الدورة الماضية إلى هذه الدورة من خلال هذه الصور. سيد عامل أعمال الفحص أنجرة المحترم، سيد مدير المركز السينمائي المغربي المحترم، سيد ممثل وكالة تنمية أقاليم الشمال المحترم، السادة السيدة الحضور الأفاضل الكرام جمهور مدينة طنجة، أرحب بكم جميعا في أرض طنجة الطيبة، تحديدا في الدورة 20 للمهرجان الوطني للسينما المغربية. طنجة ذات تاريخ سينمائي الحافل بالعديد من الأفلام التي جعلت منها إما موضوعا رئيسيا أو فضاء رائعا وملهما للسينمائيين عالميين ومغاربة.
مراسيم افتتاح الدورة العشرين للفيلم المغربي. طبعا أنا جد سعيد وفخور بتواجدي بجانب الذين أعطوا الكثير للإبداع السينمائي المغربي، أعطوا كثير للسينما، للإبداع الثقافي، للإبداع السينمائي، وكذلك الإبداع الفني. طبعا يعني مركز السينما المغربي يشتغل كمؤسسة مستقلة، ولكن لا بد أن نشير كذلك أن وزارة الثقافة والاتصال من خلال سنة 2018 حاولت كذلك أن تساعد وأن تعطي دينامية جديدة للسينما المغربية. السينما المغربية، الفيلم المغربي يحتاج الكثير، ونحاول كذلك أن نعطي دينامية جديدة. أولا أن سنة 2018 الحمد لله وصلنا في دعم السينما والفيلم والإنتاج الوطني إلى 75 مليون درهم، كان هناك أزيد من 30 فيلم. كذلك عملنا على إخراج قانون جديد للمركز السينمائي المغربي.